تمام اذا صباح الخير. تفضلي انت. لا عشان انا بديت. طيب اهلا وسهلا فيكم لميس الفقي. اليوم رح نتعرف على مجموعه من الازياء، هي يعني مصممه ازياء، رح نتعرف على مجموعه من الازياء اللي بتعملها بشكل يعني تقليدي ولكن حلو. حديث ومودرن بنفس الوقت. اهلا يا لميس، صباح الخير. اهلا فيك، صباح الخير، يسعد صباحك هيثم، يسعد صباحك دانا. اهلا وسهلا. ثانك يو لاستضافتكم الحلوه. مذيعه ما شاء الله. جيتي عنا باول كولكشن فخلص تعودت هلا. اهلا. هذا ثاني مجموعة رح تكون لربيع 2018 مزبوط، وسميتها كولكشن الربيع يعني لأنه ألوانه مثل ما أنت شايفة زاهية نوعا ما. حلو، أول طمنينا كيف كان وجهنا عليك بأول مجموعة؟ كيف الكيب اللي لبستيه عمل ضجة والله العظيم. طب حلو، وجهنا الكيب حلو يعني. كله بدنا كيب دانا خلص سميته كيب. تمام. طيب وهالمرة قديش برضو قدرتي تطلعي أفكار جديدة؟ لأنه مرات إحنا بنشوف الأمور التقليدية أو التطريز التقليدي يعني بده شطارة لتطلعي منه جديدة. هلا بكون انه احنا داخلين عربية وفي اعراس بتزيد، الحفلات عم بتزيد، فكترت من التواب. أوكي. عكس الكوليكشن الاول اللي هو كان شوي شتوي شوي تقيل فيلفت، فهاي المرة كترت من التواب. عندك مثلا اول واحد اول توب هذا تقيل نوعا ما، طبعا تيجي كلوشته 4 متر. حلو، الشغل كامل من الامام عن جد ربيع صح؟ بس الوانه فرش. من ابيض، في ابيض وفي منه اسود، طبعا بيجي معاه شالته وحزام. مثل ما قلت لك الكلوشه 4 متر حتى تقدر الصبيه تلبس تحته مثلا نفاش اذا حابه تعمل مثلا لفستان خطبه. حلو. عشان هيك على القصد، عشان هيك الجرأه يعني هدول القطعه البيضاء اللي بالنص مش شوي او القطعه البيضاء مش شوي يعني هيك خفيفه او صح؟ تمام صح ولا لا؟ كترت انا الابيض بأساس انه يبين خارج حفلات اكثر. اوكي. منه طبعا ممكن كتب كتاب كمان اكيد، فمنه اللون الاسود بس ميزت الاسود فيه انه في عليه كاب طويل. حلو. ونفس الشيء بيجي معه حزام، ما بعرف هيك الكاميرا لا مبين هيو، وبرضه نفس الشيء كلوشته 4 متر. حبيت انه الصبيه هي تتحكم فيه اكثر. كثير حلو، حبيت فكرته. خرج كتب كتاب برضه نفس الشيء، يعني خرج احتفالات بتقدر صبيه بتقدر ست كبيره تلبسه، مش شرط انه لصبيه. في برضه هذا الموديل، طبعا هذا الموديل من قدام قصير من ورا، يعني اذا كانت طولي هذا كثير شيك، من ورا بيجي كلوش له شاحط. حلو، هو قصته سمكه. خلينا نستعرض بس هيك شويه تفاصيله لانه الحركه من قدام. قصته سمكة بيجي فت ضيق يعني وشاحط. حلو. من ورا كسمه حلو على فكرة، كتير حلو يعني حلاوته بالكسم وألوانه يعني مع جزدان انتك ما مش ناسي التفاصيل، حتى مع شالته نفس الشيء يعني. حلو. إذا كانت محجبة الصبية. برافو. حلو. ثالث قطعة طبعا هذا اللون، لون جديد على التطريز. هذا جديد لسه بدي أسألك يعني هذا حسيته مش مطرزات. هاي أول سنة مندخل هاي الألوان الكابتشينو على التطريز، بالعادة معروف الأحمر الأزرق اللي هي الألوان الأساسية بتكون للتطريز، لكن هذا اللون الكابتشينو لون جديد يعني. حلو. لسه لحد الآن ما حد اشتغله هذا اللون. غريب، بده صبية شقرة ولا سمرة؟ والله هو بيلبق صراحة يعني إنه محير صح؟ يعني بيلبق على السمر وعلى الشعر. بيلبق. حلو، جميل. تمام تمام. في عم بتحبي الكيب، فكرة الكيب كثير لأنه كثير عملية صراحة. سواء كان الكيب طويل أو قصير، يعني هذا الكيب طويل، هي إيدي من هون. حلو. هذا لشو ممكن حتى بالصيف ممكن مع جينز أو بنطلون أكيد إذا حبت قميص أبيض. يلا هاتي مشي لك إياه. عادي. ما بدوش لا ما بدوش إياه. حلو. يعني لا بقى بعدين مع الاخضر دانا. ايوه وين هي ايده هيك. تمام. شفتي كيف انه بيلتبس ممكن على جينز تحتي قميص اذا كانت محجبه مش محجبه معزومين على حنة على مناسبه برضه. تمام. كثير حلو. حتى يعني كثير ناس اخذوه عندي لمؤتمرات. جد كثير اخذوه لمؤتمرات. كان هوايتك طرد ازياء دانا وانت صغيره؟ يعني عم بتفاعل مع امين كيف تفاعلي؟ بتخيل كل البنات عندهم هاي حلو كثير هاي الجهه. تمام. في عندنا هذا ممكن دريس تسميه، ممكن
بيلتبس كبلوزه. هاي عجبت هيثم. صراحه اكثر وحده سميتها الهدب. العبايه الجريئه. هو مش عبايه يعني، ممكن تقول شبه فستان انه حسب يعني. ايش يعني ايش بنلبس تحتها؟ بنطلون. ممكن بنطلون. ممكن يعني حسب ذوق الصبيه. مش حاف يعني اكيد. اكيد لا، لانها شيفون هي. بتعرفي في كثير اجانب بحبوا هاي القطع كثير. عم بتبيعي لهم، عم بتشوف هيك رد بساح. مزبوط. يعني بحبوا هيك الشيء العربي الاورينتال الشرقي. يقدروا يدخلوه برضه للبسهم. مزبوط. في طبعا هاي العباي، هاي اسمها فراشه. اسمعي، مهارات برزنتيشن عند لميس على فكره، لاحظتي؟ عند مهارات تقديم ومهارات برزنتيشن. عم تفرج ان هاي القطعه هيك. تسلم، الله يخليك. بتحببك في القطعه. تعالي بدي اشتري. لازم. كثير حلو. والطقم اللي انت لبسيته على فكره عجبني كثير. هذا برضه نيو كوليكشن، هذا على الطلب الطقم. جميل. اخر قطعه لانه خلص وقتنا. على اخر قطعه مثل هذا البشت. هذا برضه هاي للصبايا الصغار. مزبوط. على حطه نسيج. عليها كلاكير برضه بنقولها كولاف. كثير حلوه بتيجي على اللبس. كثير حلو. للي حابب يتواصل معك لميس على السوشيال ميديا كيف بيقدر يلاقيكي؟ عندي موقع على الفيسبوك اسمه لولو اند ام. لولو باليو ولا بالاو؟ بالاو. لولو اند ام للمطرزات الشرقيه. لولو اند ام للمطرزات الشرقيه. لميس الفقي، شكرا كثير لكل التوفيق بهالمجموعه. بتمنى لك توفيق. شكرا لك. الله يخليك.